حاجة تشقي هالفستان. يمكن هاي الأغنية أنا بعتبرها سبب بالصلح اللي صار بيني وبين أبو مجد الله يرحمه. أنا سعيد جدا أنه مفل من هالدنيا وزعلان من ملحم زين. كان في خلاف عمره 6 سنين وبعدين بلبنان هون كتير ناس اشتغلت أنه ما يصير في صلح. كبر من أبو مجد أنه يدق على الاستوديو يقول لهم في غنية بتشبه ملحم زين وبيغنيها بصوت حلو خلي يطلع اسمعها. كنت أنا بالبيت عند أهلي عم بتغدى تركت كل شيء من إيدي لأنه أنا من الناس اللي بلحق إذا حدا بعزه ما بخليه يزعل يعني ضل حاول ليرضى طريقة أو بأخرى. أبو مجد بيعني لي أنا كفنان أول شيء من أنا وصغير كنت حط الميكروفون بالمسجلة وغني معه يعني هو عم يغني أنا غني معه ساعة ننسى كل أغني ومشيت بطريقي كل شيء صدق يعني عمري يمكن 13-14 سنة وجمعنا هذا العمل وأكثر من عمل أغنيتين هن كانوا أحلى مرة وحاجة الفستان. كمان إضافة كبيرة بمشواري أنه يقال بعد سنين من العمر أنه ملحم بركات عطى لملحم زين لحن أو لحنين وهن كانوا آخر لحنين بحياته أصلا يعني الله يرحمه وفرقنا. أبو مجد بيعني لي كتير أكيد.